دابا هذا متحور جديد اللي هو أوميكرون اللي أقل حدة من هذوك اللي دازوا ولكن أكثر انتشارا. السلام عليكم، مرحبا بسي علاء ومرحبا بالطاقم ديال شوف تي في ومرحبا بالمتتبعين تاع شوف تي في في الكابيني ديال الدكتوره تمارا توريا اللي هي واحد طبيبه عامه وكذلك حاصله على دبلوم ديال في طب النساء وتتبع الحمل وتاخر الانجاب. كان عارفوا في هذا الوقت بأنه في هذا تغير تاع الجو خصوصا في فصل الشتاء كيكون الحال شوية بارد وهذا كيبانوا بزاف تاع الفيروسات. من بين هاد الفيروسات اللي كاينين هو فيروس الزكام اللي هو الانفلونزا، وبين كذلك هاد المتحور اللي هو أوميكرون اللي هو تاع الكورونا فيروس اللي شفناه هذه تقريبا عامين وكل مرة كيخرج لنا متحور جديد. فكان الدلتا وهذوك المتحور الفيروس الكورونا والمتحور ديالو الدلتا اللي كانوا صعابين بزافين بزاف وكانوا عطاونا بزاف تاع الأشياء اللي خايبة بزاف وماتوا الناس بزاف. هذا دابا هذا متحور جديد اللي هو أوميكرون لأقل حدة من هذوك اللي دازوا ولكن أكثر انتشارا، كينتشر بواحد الطريقة سريعة بزاف. هي اللي كنشوفوا الدراري مثلا بحال دابا كيجيو من المدرسة إلى تعادى ولا دخل الدار، الدار كلها كتمرض كلشي. كنشوف الكابيني مثلا كيجيني الراجل والمرأة والوليدات كلشي مرضين كلشي جاهم هذا المرض. باش نشوفوا الفرق ما بين هذا الفيروس ديال لاغريب اللي هو الانفلونزا والفيروس ديال الأوميكرون اللي هو اللي هو يا المتحور ديال كورونا فيروس، هما كيمشيو على حسب التنفس، دونك الجهاز التنفسي في لاسفير اوغيل كيدخلوا من الانف وكيدخلوا من الفم وكيعطيونا التهابات هنا في الحلق ديالنا. غير بالنسبه للزكام كيعطينا واحد كيكون عامر لي سيكريسيون، كيكون المناخ ديالنا عامر كنبقاو نعطسوا. بالنسبه للكورونا فيروس لا، كيكون ناشف ما كهذا، مي الحريق بجوج فيهم كذاك، مي كيهبط للرئتين كيهبط لنا للصدر كيهبطوا بجوج. ولكن بوغ الزكام كيعطينا كحه اللي هي عامره اللي كاينه فيها لي سيكريسيون. الاخرى ديال الكورونا فيروس الكحه كتكون ناشفه تاع اولى اوميكرون، لان دابا ولا اوميكرون ولد كورونا فيروس اللي هو كيعطينا واحد الكحه اللي هي ناشفه واللي كتقدر تعطينا ضيق في التنفس واللي كتقدر تكون خطيره. الفرق هو الفرق هادو بيناتهم. كذلك الحراره كتكون لا تمبيراتور، بالنسبه للزكام لا تمبيراتور كتقدر تكون خفيفه ما توصل 38 38 ونص 39 كاع لو ماكسيموم، مي بالنسبه للكورونا فيروس او لوميكرون كتطلع الحراره تقدر توصل 40 41 وكتعطي واحد الحريق تاع الراس اللي هو كثير 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 بزاف. الناس كيجيو تشكاو من ريوسهم بزاف، كذلك كتعطي ديك التبوريشه وديك العظام كلهم اللي كيكون فيهم كيحرقوهم عظامهم كيضروهم عظامهم، كتعطي واحد ليكستريم دو فاتيك. بالنسبه للوميكرون كيعطي واحد العياء بحيث كنشوفوا شاب مثلا صغير وما كيبقاش يقول لك ما قادش نوقف ما قادش نزيد ما قادش نمشي عند الطبيب، الوغ كو الزكام شويه ما تيعطيش هذه الحاله كلها، تيمشي كذلك الجهاز الهضمي. فمثلا كيقول الانسان ما تيبقاش يقدر ياكل، فاوميكرون كيقول لك رانا جي بيردو لابيتي ما بقيتش كنقدر ناكل، ما بقيتش كنشم الماكله ما كانش كنتقيه كيجيني بحال لي نوزي ما كنقدرش ناكل. وكيعطي بعض المرات الاسهال، الاسهال كذلك بجوجهم كيعطيو الاسهال، ولكن في اوميكرون كيقدر يعطي واحد الاسهال اللي هو حاد. وباش نعرفوا ثاني نفرقوا بيناتهم، الزكام عنده ديك الحضانه ديال لو فيروس سيتادير لا دوري دانكوباسيون، ديك لانكوباسيون دابا مثلا الفيروس ديال الزكام كيجي دغيا عيف شي سوايع حتى 24 ساعه، يمكن مثلا تلاقى مع شي واحد عطس ولا كحب دغيا توت سويت كتعطس نتايا وكيجي المرض توت سويت رابيد. اوميكرون حقا هو سريع انتشار ولكن
كيقدر يدخل هذاك الفيروس في الذات وكيبقى واحد مدة، يقدر يبقى من يومين حتى 14 يوم عادة باش يبان لي، حيت ملي كيدخل للدار يقدر الاول اللي جاه المرض يجيه اليوم، وواحد 14 يوم عاد باش يجي لواحد اخر اللي معاه، لان بقى في الجسم وبقى على حسب المناعه تاع كل واحد، على حسب واش مريض واش لا واش هذا. حقيقه في التواصل الاجتماعي، في مواقع التواصل الاجتماعي كيطروج هذه القضيه، وحتى الناس ملي كيجيو عندنا بعد ما تيسولونا واش كذا كذا، ولكن هو لا في الحقيقة هذاك الفيروس ملي كيدخل في الجهاز التنفسي راه هو كيمشي حتى للرئتين، وكيعطينا ديك الكحة، داك السعال اللي هو ناشف، وكيعطينا كذلك واحد الضيق في التنفس او لا واحد الخنقة اللي هي في التنفس، اللي الناس كلهم كيجيو تشكاو منها بعض المرات، يعني كيجيو تشكاو. لا اوميكرون ما تيبقاش غير في الحلق، وانما كيهبط للرئة، لانه ملي كنحسوا بالكحة وفي الضيق التنفس يعني انه وصل للرئة، لانه وصل للرئة ماشي بقى غير في الحلق. كون بقى في الحلق كنبقاو نحسوا غير بالحلاقم، غير التهاب ديال الحلق، وانما ملي كتولي الكحه كيولي الخنقه وكيولي، اذا ديك الساعه راه وصلنا الرئتين، وكنقدروا نعطيو لشي وحدين من شي ناس عطيناهم سكانير توراسيك، واللي جا فيه بانه الريه ديالهم مصابه ب 20% ب 25% باوميكرون. الوصفات الطبيعيه مزيانه، ماشي ما مزياناش، اللي فيها العسل الحامض هذاك الشيء ديالنا اللي كنديرو ما كاين حتى شي مشكل، خصوصا في الاول الثومه زيت العود كل شيء هذاك الشيء مزيان. التغذيه خصها تكون متوازنه متكامله، غنيه بالفيتامينات وغنيه بالمواد اللي فيها لو زنك، فيها لا فيتامين سي، فيها الفيتامين دي، هذاك الشيء كله مزيان، ونقدروا ناخذوا حتى مكملات غذائيه ما كاين حتى شي مشكل، هادشي كله مزيان. ولكن ملي كيكون في الاول ديالو ما كاين حتى شي مشكل، نقدروا ناخذوا على الباراسيتامول، ناخذوا هادشي. ملي كيوصل لينا الرئه وكتوصل لينا بانه لا ضيق التنفس، هذا كلام اخر، او لا طومبيراتور ملي كتطلع الحراره ملي كتولي السخانه كثيره وكتوصل لينا كتفوت 40 و41، وكنوليو ناخذوا مثلا الباراسيتامول وكتبقى هي طالعه الفوق، هذاك الشيء ولا خطر، لازم استشاره الطبيب، لازم ادويه اخرى اللي هي غادي تقاوم هذاك الفيروس، او لا سيغ انفيكسيون، حيت حنا بعض المرات الفيروس وكتولي لا سيغ انفيكسيون يعني كيولي بكتيريات اخرين، لان المناعه هابطه، ولان هذاك الحنجره او الرئه او هذا ملي كيمرضوا كيولي واحد البكتيريات اخرين اللي خصنا نحاربوهم بمضادات حيويه دي زونتيبيوتيك باش ما يبقاوش. وبالنسبه للزكام راه هو كنعطيو غير كما قلت هذوك الوصفات الطبيعيه، ولا الباراسيتامول، ولا هكاك لا فيتامين سي، ولا هذا مزيان. وهذا هو اللي كنفرقوا ثاني الفرق ما بين الزكام وما بين لوميكرون. فالزكام ملي كتعطي لواحد غير الباراسيتامول لا فيتامين دي، هادي كيقدر يمشي بحاله بوحدو في 4 ايام 5 ايام السيد كيولي بخير. بالنسبه لاوميكرون بعد المرات الناس اللي ما عندهمش المناعه بزاف، اللي هما ما جالبينش، اللي هما هذا كيقدر هادوك الناس كيتطور هذاك لوميكرون اللي كيعطينا واحد الضيق في التنفس والحراره اللي كثيره، وكيعطينا مضاعفات اللي وحدين اخرين اللي كنحتاج ادويه اللي تتكون ادويه اللي فعاله، ما كيبقاش خاصنا نعطيو غير ديك الادويه اللي خفيفه.